السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس اليوم سوف نتعلم عشر كلمات فرنسية مع أضدادها مترجمة إلى العربية نوفو نوفو سون صن... أنسيان نوفو بمعنى جديد نوفو نوفيل نوفو نوفو بمعنى جديد وضدها أونسية 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 أنسية بمعنى قديم قديم أوسيا نوفو أونسية نوفو أو أنسية بغد بغد غاني غاني بمعنى خسر خسرة غاني بمعنى ربحة بيغدر ضدها غنية بيغدر خسر غنية ربيحة مو مو لين رطب كي ني با دور كي ني با دور لين رطب عكسها فيرم فيرم بمعنى كومباكت دور صلب Solide, solide. Solbe, solbe. Mou, mol, ferme. Mou, molle, ferme. Mou, ferme. Mo, ferme. Intelligent, intelligent. de key, the key. de key. Intelligent, intelligent, intelligent. Stupide. بليد بليد انتيليجون ذكي ضدها ستوبيد بليد ستوبيد فلاني 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 بمعنى يضيع وقته ايه او يسير بخطى بطيئه يتكاسل يتكاسل فلاني فلاني عكسها سدبشي سدبشي بمعنى سارع Il a le qiyam imma. Sara, faire vite. Se hâter de faire quelque chose. Se dépêcher. Bimana, se hâter. Sara, de faire quelque chose. Se hâter de faire quelque chose. Sara, il a le imma. Se presser. Flâner. Aksuha. Se dépêcher. Trouble. <truble> تخوبل 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 بمعنى غير مفهوم مضطرب ضبابي تخوبل تخوبل كليغ تخوبل كلير. واضح هادئ دقيق صافي نقي هذه مجموعه من المرادفات باللغه العربيه لكي أسهل عليكم و أوضح لكم معنى هذه الكلمة ومقابلتها مقابلتها تخوبل مناصون مناصون مهدد بي منذر بي يهددك سافيام دو فيرب مناصي مناصي عكسها غاشيغون غاشيغون مطمئن بمعنى مطمئن يطمئنك يجعلك تحس بالاطمئنان منص مهدد منذر ينذرك بشيء ما عكسها غاسيغون غاسيغون بمعنى مطمئن يطمئنك بشيء ما مينوريتي مينوريتي بمعنى الأقلية الأقلية مينوريتي مينوريتي عكسها ماجوريتي ماجوريتي لا ماجوريتي ماجوريتي بمعنى الأكثرية L'aقلية, l'aكثرية. Minorité, l'aقلية. Majorité, l'aكثرية. Bon, bon. Bon, bimana, jayid. Mauvais, bimana, sayyid. Bon, jayid. Mauvais, aksouha, mauvais, bimana, Say Bon, mauvais. بون bon, مُوَفِّيَّ الكلمه الاخيره الكلمه الاخيره افونسي افونسي عكسها ركولي ركولي افونسي بمعنى تقدم 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 عكسها ركولي بمعنى تراجع او تراجع افونسي ركولي افونسي ركولي تقدم تراجع تقدموا تراجعوا انتهى هذا الدرس اتمنى ان يعجبكم الى اللقاء